بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة، أهلا ومرحبا بكم في كورس السويل ميكانيكس الخاص بكليات الهندسة قسم الهندسة المدنية. معاكم دكتور محمود حسين، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية جامعة الملك خالد. الكورس بتاعنا كورس شيق وممتاز، وهتلاقوه موجود على قناة المقررات المفتوحة الخاصة بجامعة الملك خالد. الكورس بتاعنا عبارة عن جزء كامل خاص بخواص التربة، هنبتديها بالخواص الأساسية للتربة من الدنستي والفويد ريشيو وخلافه، وبعد كده هنبتدي نتكلم على الخواص التبويبية للسويل، إن كان ليكويد ليميت أو بلاستيك ليميت أو شرينكج ليميت. بعد كده هنتكلم على الخواص الهيدروليكية للسويل وسريان المية، المية ماشية ازاي في التربة. بعد كده هنرجع للخواص الميكانيكية للتربة، وده من أهم المواضيع في الكورس بتاعنا، وهنتكلم فيها على الاستريسس في التربة، وهنتكلم على الشير سترينس في التربة، وهنتكلم على الكونسوليديشن في التربة. آخر جزء في الكورس بتاعنا هتلاقيه عبارة عن الإيرث بريشر أو حساب الضغوط الجانبية للتربة، وكمان ثبات الميول الخاصة بالتربة. جميع الفيديوهات الخاصة بالكورس متواجدة في قناة المقررات المفتوحة بجامعة الملك خالد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.